طبعا بشكر مجلس اداره ولجنه الكوره على الاختيار دوت، واتمنى ان شاء الله يكون عند حسن ظنهم بي يعني، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ان شاء الله، ونحقق طموحهم وطموحنا ان شاء الله لمزيد من بطولات النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي يفضل كبير ان شاء الله. النادي الاهلي كبير بكل امكانياته وقدراته ولاعيبته وجهازه. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون فتره جيده لينا والنادي الاهلي. اتمنى اللعيبه ان شاء الله تكون بدايه كويسه لينا، تقدر ان شاء الله تعمل تؤدي طموح النادي وطموحنا، وتحقق ان شاء الله بطولات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي يستحق اكبر من كده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نساعدكم كل اللي جات النادي الاهلي، النادي الاهلي من اول ما النادي الاهلي اتعمل كان هدفه الوحيد اللي هو يساعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم، اللي انا اعتقد اللي هو عنصر كبير جدا في نجاح النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نساعدهم اكتر، يكون عندهم ثقه فينا وفي اللعيبه وفي مجلس الاداره طبعا قبلنا، ان احنا ان شاء الله هنعمل اقصى حاجه مننا عشان ان شاء الله نرضي طموحكم وان شاء الله طموحنا، ودايما نساعدكم لان انتم تستاهلوا كده يعني.